المهدي تقوى، وسطية أخلاق، المهدي أمانة، المهدي ضد الإرهاب. ترقبوا البث المباشر للمهرجان الرابع المهدي تقوى وسطية أخلاق، راب مهدوي حسيني إسلامي لإحياء ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، والذي تقيمه هيئات شور أفراح على الرسول ومشروع الشباب المسلم الواعد، وبمشاركة نخبة من ذاكري ورواديد الشور والراب المهدوي الحسيني الإسلامي من الأشبال والشباب. المحافظات التي يقام فيها المهرجان: ذي قار، السبت 14 من شعبان الخير لعام 1440 للهجرة، الساعة 3 عصرا. بابل، الأحد 15 من شعبان الخير لعام 1440 للهجرة، الساعة 7:30 مساء. مشاهدة البث المباشر للمهرجان، إليكم الروابط التالية.